السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير وبصحة كويسة. النهاردة الفيديو مختلف شوية لان احنا مش هنجيب اي تصوير لاي سيناريو ولا هنستعرض اي اضافات جديدة. احنا النهاردة هندردش شوية مع بعض. اتمنى بس ان احنا نفهم الكلام اللي هيتقال دلوقتي. دلوقتي يا جماعة اللي حصل ان التصميم بتاع الهنشل المدفوع ابو كابينة في لعبة ترين سيميليتور اللي هو التصميم الخاص بالبشمهندس محمد يحيى اتسرب. يعني حد من اللي اشترى التصميم او من اللي اشترى الاضافة تمام بعتها لواحد، والشخص ده او الواحد ده اتواصل معانا وقال ان في حد بعت لي الجرار ابو كابينة. طب يا ابني، طب هو بعتولك ليه؟ قال والله احنا كنا بنتكلم وليته بعته. وزي ما انتم شايفين في السكرين اللي هيظهر عندكم ده، هو ده اللي حصل. فبناء عليه عشان خاطر المجهود اللي بيحصل وانتوا بتضيعوه، قررنا ان مفيش اي اضافات تاني هتنزل، ولا مجاني ولا بفلوس، تمام؟ ده حفاظا على مجهودنا وحفاظا على شغلنا اللي هو بيروح في الارض زي التراب. اتمنى ان احنا نبقى فاهمين الفكرة كويس، واتمنى ان الموضوع ده ما يتكررش من الناس، يعني ما يتكررش من الناس، لان الله اعلم. يعني ده الشخص ده ظهر واتضح ان هو بيسرب التصميم، فالله اعلم في تاني بيعملوا كده ولا لا. بس هي الفكرة لازم نراعي ربنا في حاجة زي كده. البشمهندس محمد يحيى لما كان بيبعت التصميم لحد هو اشتراه، فكان بيقول ان التصميم ده خاص بك انت ومالكش حق ان انت تديه لحد. مش معنى ان انت دفعت فلوس عشان تاخد الاضافة ان انت تديها لحد. ده تعب ومجهود ناس، فالمفروض انت حضرتك ما تديش التصميم ده لحد. انت دافع فيه مثلا 200-300 جنيه، ده هيبقى خاص بيك انت بس، خاص بيك لوحدك تمام، لان انت ما اشتريتش السورس نفسه بتاع التصميم عشان تتصرف فيه زي ما انت عايز او زي ما انت حابب او زي ما انت متوقع ان انت من حقك تعمل حاجة زي كده. فانت مش من حقك، واحنا قايلين الكلام ده قبل كده. فعشان الناس هتقول اصل انا معرفش ايه، لا مفيش حاجة اسمها ما تعرفش. احنا قايلين ومنبهين ان الحاجة دي انت اشتريتها، فالحاجة دي خاصة بك انت بس، ما ينفعش تديها لحد تاني. ولغاية ما نوصل لحل في الموضوع ده، تم ايقاف تنزيل اي حاجة نهائي، ولا مجانا ولا بفلوس. ففضلا منكم اي فيديوهات احنا ننزلها تاني هتبقى الحاجات دي او الاضافات اللي احنا هننزلها المصرية خاصة بالتيم بس، وما ينفعش ان احنا نطلعها لاي حد برا. وده حفاظا على شغلنا عشان احنا مش هنغلط نفس الغلطات اللي اصحابنا واخواتنا غلطوا فيها في لعبة ترينز. اتمنى ان انا كده اكون وضحت الدنيا وفهمت الدنيا، عشان محدش يرجع يقول كان وماني، ومحدش يرجع يقول انتوا بتاخدوا الحاجة ليكوا او معرفش ايه. فيا سيد الفاضل، الحاجة دي احنا اللي بنتعب فيها، فاحنا المتحكمين الوحيدين في الموضوع. احنا اللي نقول امتى تنزل، واحنا اللي نقول امتى ما تنزلش. احنا اللي نقول امتى هتنزل مجاني او امتى تنزل بفلوس. مفيش حد ليه الحق ان هو يحكم علينا. احنا بنعمل الحاجات دي مش عشان فلوس اصلا. يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي ده حبا في السكة الحديد، او حبا في القطارات المصرية بمعنى اصح منذ الصغر. فعشان ما تجيش تدمر انت كل حاجة. ف شكرا، اتمنى الفيديو يبقى وصل. الفيديو وصل، المعلومة اللي انا عايز اقولها وصلت. مفيش اي اضافات هتنزل تاني، وده بسبب سوء استخدامكم للحاجة اللي احنا بننزلها وعدم احترامكم لينا. ولو كنت مشترك وضايقك كلامي فمعلش والله، يعني انا بعتذر منك. بس اكيد طبعا فيه يعني مش كل الناس بتعمل كده. يعني فيه الحلو وهو يعني للاسف هيتاخد في الرجلين مع الوحش اللي بيعمل حاجه زي كده. بس حط نفسك مكاني ومكان التيم ومكان الباشمهندس محمد يحيى، وانت هتعرف ان التعب والمجهود اللي انت بتتعبه بيبقى صعب جدا ان انت تفرط فيه بسهوله، تمام؟ معلش بقى طولت عليكم في الفيديو ده، ومعلش الفيديو ده ما فيهوش اي مقاطع وما فيهوش اي سيناريوهات، ما فيهوش اي حاجه، بس كان لازم اطلع اقول الكلمتين دول عشان
تبقى الناس فاهمة ايه اللي بيحصل، وتبقى الناس فاهمة احنا بنتضر ازاي بسبب العمايل اللي بتحصل من ورانا. تمام كده، سلام.